ماشي كالمدينة الجديدة كمدينة، أنا كاعي على بعض المسؤولين. أما المدينة جغرافيا وناسها الله يعمرها دار، المغاربة كاملين الله يعمرها دار، ولكن شي مسؤولين سامحهم الله ما بغيش يخدموا مع سيدنا بالمعقول، بهاد المفهوم ما بغيش يخدموا مع سيدنا كي ياخذوا واحد الأجر حرام، كياخذ واحد الاجر من الدوله من 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 من, من دافع الضرائب حرام، كيغشوا كي جاش الخيب اللي كيتصور لك على راسك، كيديروا كيشوفوا المصالح ديالهم الخاصه فقط وكيشوفوا صحابهم فقط. اما الشعب شو واحد درويش باغي يخدم البغداد ما كيعقلوش عليه، يقدروا يهرسوه يقدروا يديروا معاه بزاف الحوايج، ويلا مشى يدوي عندهم ديك اللعبه ديال حنا ربكم الاعلى، حنا عام مسؤول، انا عام مسؤول ولا عضو ولا رئيس مصلحه في واحد العماله ولا في بلديه ولا في شي بحكه، انا كنحكم. عندهم ديك الفكر ديال كنحكم، خير ودليل اوراش مؤخرا، اوراش انت كتشوف في المغرب كامل المدينه الوحيده نايض فيها الزقه، ما ندويش على مدن اخرى الا جديده، لذا حكم وعطوا اوراش والسيبه ولا حسيب ولا رقيب، لدرجه صحابي انا شي صحابي في السلطه ولاو بحال مقلقين، علاش تقلقوا مني؟ علاش زعما نقول الحق؟ كلام الحق مابقاش كيتبغى. باش فيها كباك صاحبي، فيها خالك صاحبي، فيها صاحبي شخصيا، فيها الله اللي مطالع. تصور صاحبي الحصه الكبيره قدام مولاي عبد الله والزاويه وازمور والجديده، وكاين شي نماذج انا ما عمرني شفتهم، شي جمعيات انا ما عمرني شفتهم، انا ما عمرني شفتهم عباد الله ولا سمعتهم ولا سمعت بهم حتى الاسم ديالهم. خذوا ارقام ديال الاوراش، ارقام خياليه، لكن ما فهمتش انا باقي لحد الان ما فهمتش. ناخذ مواد ثقافي فني الدومين اللي كنعرف ليه، انا ما كنديرش شي حاجه لي. اما شي ناس راه واخدين شي حوايج اللي ماشي ديالهم، اللي ماشي ديالهم وداروها وعطاوهم لنا صحابهم، سيقول شي حاجه. والغريب في الامر رئيس مصلحه صاحبي، رئيس مصلحه كنمشيو عنده كيقول لي دخلنا عنده واحد المجموعه ديال الجمعيه، قال لي واجب لي هو اللي عنده ولا ليست عنده، خرجت لا ليست عنده خرجت ديال الناس اللي مستافدين. قال لي سي سي ابو ستي شوف لي لا ليست، دير واحد لا ليست ديال دوك الناس اللي ما استافدوش، بغى يستحمرني اولا بغى يستحمرنا، وكنحتارمو زعما انايا واحد الانسان زعما راه والله العظيم الا كنت كنحتارمو واحد الاحترام الى كبير جدا، وشحال من خطره كيهضروا عليه نقول لي ما ودي السيد الوقار والدينار وشكال الحشومه كاع، ساعه عرفت حقيقته. وهاد البلاد الا قلتي كلام الحق ما بقاوش كيحملوك ولا يديروك شي فخ يزلقوك به ولا يخسروك مع السلطه، زعما راك خايب حتى دويت على الحق. عندو بعض المرضى يجي شي عامل ولا شي باشا ولا شي كاتب ولا شنو كيقول هذاك خاين راه ما مزيانش، وهذا هو ماله حيت كيقول الحق. خاصك تشوف الظلم وتضيع في حقك وما تدويش، حضر راسك، خاصك تكون حمار وهما مسبوعه. والغريب في الامر اغلبيتهم غادي يخرجوا لانتريس قراب قراب يخرجوا التقاعد، كيفاش غيديروا قدام البشر يبقى يتمشاو قدامه؟ نزيدك عليه اللي اكثر من هذا الشيء، هذه الجديده راه كامله كلها تقابي كلها مشاكل. شوف اليوم راه طلعت واحد الصفحه ديال داك مسرير، داك الصحفي مسرير، راه شو دار اليوم؟ راه شو جا كيتسارى في الملاح دار لقى الزبل لقى سميتو دار واحد التدوينه، راه شي دابا هو هذا مسرير غادي يسمعوا منه، غادي نوضوا دابا غدا اجتماعات والروينه وحق راه مسرير ديال دوزيام راه دواء وداروا فعلوا حنا ولاد المنطقه ولاد المدينه ولاد واخا الدوي سيطر. وتا نعاود نقولها وغنقولها، وتا واحد باتيسري هنا في جديده باش تعرف السيبه، باتيسريات ولا صناكات، هذوك اللي خدامين فيهم ما عندهم لا الاوراق ديال الطبيب ديال الصدر، ما عندهمش رخصه ديال الصناك، ما عندهمش عنده كيدير محلابه، عنده محلابه. انا درت فيديو قدام ديك المحلابه، فيديو درته قلت لي مودي راه شوف نديرو راه هادشي راه ماشي راه خطير على المواطن وعلى التوريست هنا، وهادي وهادي وهادي، وشوف الناس ودير الكراسه في الطريق في الممر العمومي في كذا. الغد عطيش داير هذاك، كاين واحد الجرده قدامه فرش شي 50 كرسي تما، ديك اللعبه ديال اللي دابا هذا مسؤول من المسؤولين، ملي شاف داك الفيديو قال لي عاود شوف واخا دوا دير كراسه سرح كراسه خليه يمشي يدخل سوق راسه. ضد شي هاد المسؤولين هنايا، انا وحق الله الا شادين ضد مع هاد البلاد. رئيس الجماعه راه ما كاينش كاع، الله يخلف الله يخلف. شي جمعيات هو كنعرف رئيس الجماعه، ولكن شي جمعيات خدوا المناح وحق الله العظيم الى واحد الجمعيه مولاها والله ما كاين في المغرب، والله ما كاين في المغرب واحد الجمعيه راه ما عمرني سمعتها شي جمعيه ما عمرني سمعتهم. اليوم اتقوا الله في هذه الجديده، اتقوا الله في هذا الشعب،
كلوا فلوس حلوا رزقكم لاولادكم، راه هذا الشيء راه خطير، راه يخرج فيك، الا ما خرجش فيك يخرج لك في الاولاد، وغيبقاو فيا الاولاد وما تعب الصحه. انا اللي كنقول من قلب الخالص، الله يشتد لك الشمل كاع اللي كيبغي يشتد الشمل ولي يحيد رزق واحد 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 الانسان كيبغي يحيد لي رزقه، الله يجعل ربي يعطيه شي 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 شي, شي, شي مرضى في نتلاها. انا ما ندعيش لي على ولادو داكشي، لان راه من العيب والعار تكون قيمتك قداش وقداش وقيمتك وتبدا تشد ضد مع واحد مواطن لا رئيس جمعيه ولا فنان ولا واحد كيدوي على الحق، تشد مع الزكير حتى في موقع القرار، حتى راك مسؤول في العماله، ولا راك مسؤول في العماله، راه ملي غادي تموت غتمشي عريان توبيض فقط. انا والله ما نسمح لكم، هذوك اللجنه اللي كانت في اوراش، قسما بايه الرحمن ما نسمح لكم تنغدى امام الله، ماشي عليا انا بوحدي، على واحد مجموعه ديال الناس اللي كانوا بروغرامين باغيين يخدموا من نيتهم وموجدين الناس وداكشي باش يخدموا بما يرضي الله، وضيعتهم والله. انا بعدا شخصيا هما راه ما يسمحوش لكم، وكان فيما كنصلي كندعي عليكم، والله ما نسمح لكم تغدى امام الله.